اخواننا واهلنا الاكراد في شمالنا الحبيب. طبعا كلنا نعرف اليوم اكو لغة خاصة بالأكراد بعيدة عن العربية، يعني اليوم أي شخص كردي في حين ما يتكلم عربية راح يكون ممكن عنده تلكؤ نوعا ما إذا سامعهم يا عمر، واني كلش أحب هذا التلكؤ اللي يصير عندهم في حين ما يحاولون يتكلمون العربية. فكيف إذا في شخص كردي يجيد غناء طور المحمداوي اللي هو أكيد تعود أصول هذا الطور الغناء للناصرية أي لجنوب العراق، وفي حين ما يغني طور المحمداوي يثير اعجاب الجميع لانه ادى هذا الموال باتقان، شلون؟ راح نشوف من خلال هذا الفيديو. ولا سال دمعي ما جرى لغيرك ولا سال يا غالي ما بي مرض ولا أسل مو يا بس فراك وما أثر علي أنا تعب حالي وتعذبت من بعدكم ويا تعب حالي وتعذبت من بعدكم وحيد ومالي صاحب من بعدكم اش ما حبيت يا عدلال ابو سيف اش ما حبيت ناس من بعدكم مثل حبكم ابد ما مر علي يا حبي نعم كفلنا بويا كفلنا اخترب يا المبتعد عنا كفلنا الليالي انساحت كفلنا اخاف الموت يا ابو صغير اخاف الموت يا ابو برزان وما يحصل كفلنا ولا طيبي من علي لا 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 ونارة وكتني بنظرة عيونها ونارة أنا لا خاف بجنت الله ونارة بويا هيم بجرح قلب المر علي يا قلبي اترك الحسبات وارتاح يا قلبي اترك الحسبات وارتاح ولك ربي يشيل الحمل وارتاح انا ما لقيت ابد قلب مرتاح ويا حتى الجنين العمر السنه طبعا تحياتنا لهذا الرجل المسن الكردي اللي ظهر بالفيديو وأدى هذا الطور طور المحمداوي اللي مثل ما ذكرت يعود أصوله لجنوب العراق الأمانة بإتقان من ناحية اللغة العربية من ناحية حتى صوته يعني هو صوته كان كلش حلو فحلو اليوم نشوف أخواننا الأكراد متأثرين اليوم باللون الغنائي التابع لنا متأثرين بلهجتنا وأتقنا وعاشت إيده وربه يعطيه الصحة والعافية طبعا أيضا نفس الوقت كثير من المطربين العراقيين نشوفهم أيضا يغنون باللغة الكردية أو اللهجة الكردية بالكثير من المحافل والحفلات أيضا لذلك إن شاء الله هي كنا كل هذا يصب في مصلحة الفن صح العراقي صح يعني هو أيضا بالتالي يصب بمصلحة الفن العراقي شكرا لك ودعواتنا لك بالصحة والعافية وأيضا فيديو جميل يعني لاقى إعجاب الكثيرين وأيضا حصد على مشاهدات كثيرة